واحنا واقفين كده لاحظنا ان في تغيير تكتيكي حصل في فرقة خالد بيبو وسيد معوض، هنتكلم عليه دلوقتي. كده حصل وبعت زميلك شيعك سيد معوض، هرب هرب من المعركة. طب لما سيد معوض يهرب تبدله بده؟ ده فاهم، هو اللي هيكسبني، هو اللي هيكسبني، هو اللي هيكسبني. ده كلام كبير. انا هدور على سيد. لا هرب هرب، مش